رجال الامن مع السيد الحزب من الملعب باش غادي يكملوا المقابله في ديك الثواني اللي بقات. دابا كيجمعوا الحزب اللي بقى في الملعب باش تكمل المقابله ان شاء الله. عوده اللاعبين المدرج عودة الحكام واللاعبين للملعب باش يكملوا الماتش. عودة إتمام المقابلة بعد دقائق بقات فيها، ولكن تحت واحد الحراسة جد مشددة من رجال الأمن القوات المساعدة رجال السلطة. فتحة بيضاء لان احنا دخلنا وسعفناهم في مستودع الملابس. انا ما غاديش انا كمدرب ما غادي ندين حتى شي طرف، ولا هادشي كومبليكي باش نمشيو نوجهوا اتهام لواحد الطرف مباشر كومبليكي. كنظن ان المسؤولين ديال الدوله ولا الجامعه سي مراد، انا كنت في وسط الملعب في مجلس الصحافه كنشوف المسؤوليه كيتقاسموا جماهير هذه الفريقين. انا هذه للامانه وكصحافي، ولكن واحد السؤال سي هو رسالتك كمدرب كمؤطر كمربي شنو باش هادشي ما يبقاش سي مراد؟ انا رسالتي كواحد قبل ما نكون كواحد محب كرة القدم، لان هذه مهنة كنمارسوها وحنا محترفين فيها. كرة القدم والرياضة بصفة عامة فيها التنافس الشريف والاخلاق، وكنتعرفوا على بعضياتنا
ما كتكون الاستضافه ديال الجماهير في مدن اللي تجي بحال دابا الجمهور ديالنا جا استضافهم الجمهور ديال نادي مكناسي مع الناس المسلان كتبقى صداقه. هادشي دخيل على الرياضه وعلى كره القدم وكنتمنى المسؤولين يتصدوا ليه بكل حزم، لان كنشوفوا الان هاد الحرب اللي شفنا اليوم راه حرب، الحرب ديال الحجاره ما نكذبش عليك، انا ما شنو نقول لك، انا ما في الكره ما كبرتش هكا في الكره وما عرفناش الكره هكا وما ربوناش الناس اللي كونونا كلعابه ولا الان حنا كمدربين ما عمرنا شفنا هادشي. واحد السؤال، مقابله كاس العرش هو هذا، فتح وسام فريق محترم لعبنا معاه مقابله خديناها بكل جديه، خدينا هدف ضد مجرى اللاعب خطا ديالنا في التمرير في خط الدفاع اللي شجوا منه، هي المحاوله الوحيده ديالهم. قدرنا نفرضوا السيطره ديالنا، سجلنا اهداف، كنعرف كلشي اللائحه باقا مقلصه باقي ما كاينش، عندنا يلا ثلاثه لاعبين في الاحتياط او اربعه لاعبين بالضبط. ان شاء الله القادم افضل، الجمهور ديالنا سلاج فريق كبير، جمهور كبير خصهم فرقة كبيرة اللي تمشي الطموحات ديال الجمهور، وإن شاء الله حنا مع المكتب المسير خدامين في الاتجاه القادم غيكون أفضل إن شاء الله. الله يبارك فيك، الحمد لله يعني هذا الانتصار هذا كما شرط للزميل ديالك فكان يعني هو معنوي، كنا في أمس الحاجة لهذا الانتصار هذا، فكنظن هذا غيعطينا واحد الدفعة معنوية كما قلت لك باش نمشيو في الأدوار الجاية يعني في كل أريحية وندخلوا للدوري مباشرة تو، باش حيت حنا في واحد المركز اللي في واحد المركز لا يحسد عليه، ففريق جمعية الساوية عنده واحد التركيبة البشرية قوية جدا، فالحمد لله كاين واحد الدعم معنوي تلقيناه من الإدارة الجديدة، فهذا ان شاء الله غتكون الجمعية غادي تساوي في الدور الثاني ان شاء الله تكون واحد الصورة جيدة ان شاء الله اللي قبل الفريق والمدينة. المباراة اليوم مباراة كانت كنا غادي مسيطرين على المقابلة، غادي كنجروها دقيقة بدقيقة، كنا في المستوى، اللاعبين كنشكرهم على المقابلة هذه، سجلنا الهدف ما استطعناش نحافظوا عليه، انتهى الشوط الأول بإصابة المثلية، التوقف في الشوط الثاني ديال المقابلة اللي وقع ما كيشرفش كرة القدم المغربية، بتاتا ما كيشرفش كرة القدم المغربية، هذا التوقف اللي أثر على اللاعبين على الكونسنتراسيون ديالهم. الحكم اللي هدا الهدف الثاني للتسلل للجمعيه السلاويه، حنا ماشي نقولوا واخا كان خاصنا نربحوا ولكن درنا اللي علينا، مشينا جوج كوبو، كنحيي اللاعبين اللي لعبوا معايا وتقاتلوا معايا حتى لاخر لحظه، وهارد لك الجمعيه السلاويه في المشوار ديالها. شكرا. الصراحة المقبرة كنبغي نشكر اللاعبين على المجهود اللي داروا، اللي كان واحد المجهود جبار، خصوصا اننا كنلعبوا مع واحد الفريق اللي كيلعب في القسم الثاني اللي الصراحة المباراة معاه ما كانتش سهلة، وحنا كنا عارفين ما غاديش تكون سهلة، وكما شفتوا راه المباراة ما كانتش سهلة حتى اليوم، لاننا لعبنا بنفس الريتم ديالهم اللي الصراحة ما كانش واحد الفرق كبير اللي ما بين فريق كيلعب في بروميان اماتور وفريق كيلعب في القسم الثاني، وكنبغي نشكر الجماهير الوسلانيه اللي جات ازرات الفريق ديالها اللي كانوا الصراحه حجوا بكثافه الملعب، وكنبغي نقول لهم لا خوف على فريق الوسلانيه اللي الصراحه غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله، خصوصا انه كيمتاز بواحد الطاقه شابه اللي غادي تقول الكلمه ديالها مستقبلا ان شاء الله.